كائن رعية اللاتين في المصدار شرق العاصمة عمان الأب مروان حسان، رتبة درب الصليب بمشاركة الأب وجدي طوال والأخت الراهبة كارولين بدر والمرتلة دميان النبر. وقد اقتصر الحضور على خدام الهيكل من أبناء الرعية الذين حملوا الشموع والصليب في مسيرة مراحل درب الصليب الـ14. وفي كل مرحلة كانت الترانيم تخلق جوا روحيا استثنائيا في تأمل ليتورجي يمثل محاكمة يسوع وتنفيذ حكم الصلب عليه إلى أن يسلم الروح. ربنا يسوع المسيح تكون معكم دائما، وذكرى آلامه المقدسة وقوتها تستقر في قلوبكم، ورسم صليبه الطاهر ينجيكم من جميع أعدائكم. بسم الله والابن والروح القدس.